الو، هي الميس داخله حالا. باسل وليد وفاطمة حسن. الميز داخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. باسل وعليكم وفاطمة السلام. معايا. معلش أسفة جدا للتأخير، كان عندي حصة وكمان إيه على بال ما شفت اللينك. باسل معايا وفاطمة. فاطمة معايا. فاطمة حسن. ايه فاطمة، اين انت؟ طب بص يا ولاد، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هناخد نور والجغرافيا، وهناخد كمان الفصل التاسع والعاشر من القصه. نبدا بقى بسرعه عشان احنا متاخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا ولاد، النهارده هناخد ان في بنت اسمها نور. نور دي شاطره جدا، والعام الماضي خدت جائزه التفوق، خدت كاس التفوق على شطارتها وعلى تفوقها. بس في عندها مشكله، تعالوا نعرف ايه هي مشكله نور مع ماده الجغرافيا، ويا ترى في امتحان الجغرافيا ايه اللي حصل لها وعملت ايه. تعالوا نشوف مع بعض. سامعيني يا ولاد؟ سامعين. ماشي يا باسم. هي فاطمه راحت فين؟ طيب نسمع. المدرسة كلها تحدثت عن نور عندما حصلت في مادة الجغرافيا على درجة ضعيفة. المديرة لم تصدق هذا، فنور يبقى إيه مشكلة نور يا باسل؟
ان هي حصلت على درجه ضعيفه في ماده الايه؟ جغرافيا. ماده الجغرافيا. طب يا ترى ايه السبب؟ البنت اللي خدت كاس التفوق العام الماضي، السنه اللي فاتت خدت كاس التفوق، طب ليه الدرجه الضعيفه دي وليه جابت الدرجه الوحشه دي في ماده الجغرافيا؟ تعرف ليه يا باسل؟ تعال نشوف مع بعض. عشان كده عشان ما رسمتش العربية. تمام، برافو عليك. تعال بقى نسمع القصة بالتفصيل. تهدى وفازت في العام الماضي بكأس التفوق، فكيف حدث هذا؟ قالت المدرسة: ربما كانت نور تعاني مشكلة ما، لهذا يجب علينا أن نمد لها يد المساعدة حتى لا يضيع مستقبله. يبقى المعلمة فسرت اللي حصل لنور ده بإيه يا باسل؟ إن هو ربما إيه؟ ربما نور تعاني من مشكلة، وإحنا المفروض نمد لها يد المساعدة، المفروض نساعدها. يعني ممكن نور يكون حصل عندها مشكلة والمفروض إن إحنا إيه نساعدها عشان ترجع لمستواها الإيه؟ ترجع لمستواها المتميز. تعالوا نشوف هل في مشكلة فعلا يا باسل ولا إيه اللي حصل؟ قالت معلمة الجغرافيا: لقد كان السؤال الوحيد في الامتحان هو ارسمي خريطة الوطن العربي وعيني عليها حدود كل قطر عربي. والعجيب يبقى في سؤال واحد بس اللي جه في الامتحان. طيب فاطمة معانا ولا ايه؟ فاطمة لسه مش معانا. طب قول لي انت يا باسل، ايه السؤال الوحيد اللي جه في الامتحان؟ ترسم حدود الوطن العربي. أيوة برافو عليك، وتعين حدود كل قطر عربي، إن هي كمان ترسم الحدود الداخلية. يبقى المطلوب منها إن هي ترسم الحدود الإيه الداخلية. يعني إيه الحدود الداخلية يا باسل؟ يعني الحدود بين الإيه البلاد، الحدود اللي بين البلاد الإيه العربية. طيب بعد كده إيه اللي حصل؟ بتقول إن المعلمة إن هي رسمت الحدود الخارجية بشكل دقيق، الحدود الخارجية زي البحر الأحمر، البحر المتوسط، الحاجات دي. طب رسمتها كويس جدا وبشكل دقيق، اما الحدود الداخليه سابت السؤال فاضي، ما عملتش فيه اي حاجه، ما جاوبتش على سؤال الحدود الداخليه ده خالص. طيب ان نور رسمت الحدود الخارجيه للوطن العربي. ايوه سامعيني كده ميس؟ فاطمه معايا؟ انا بتكلم من بدري بس فاتحه المايك مش عارفه في ايه. حضرتك ما كنتش سامعيني. طب انت سمعتي طيب الشرح اللي فات يا فاطمه؟ سمعت بس حضرتك ما كنتيش سامعاني خالص. انا فعلا ما سمعتكيش خالص يا فاطمه. لسه سامعاكي حالا. طيب ايه السؤال اللي جه لنور في الامتحان يا فاطمه؟ انها ترسم الحدود الداخليه للقطر العربي. ممتازه، بارك الله فيكي. طبعا هي رسمت الحدود الخارجيه بشكل دقيق، يعني رسمت الحدود الخارجيه بمظبوط جدا، رسمت البحر الاحمر والمتوسط والحاجات دي مظبوط جدا. لكن لما السؤال جه عند الحدود الداخليه لكل قطر عربي، يعني لما جه الدور ان هي ترسم الحدود الداخليه اللي هي بين البلاد العربيه، سابت السؤال فاضي، ما جاوبتش عليه اي حاجه. تعالوا نشوف ايه السبب يا ولاد. عربي بشكل دقيق، لكنها لم ترسم الحدود الداخلية بين الأقطار العربية. ثم سألت معلمة الجغرافيا نور: هل كانت هناك ظروف منعتك من استذكار دروس الجغرافيا؟ قالت نور: لا، لم تمنعني أي ظروف، وقد ذاكرت دروسي جيدا. وهنا سألتها المديرة: إذن لماذا لم تجيبي عن السؤال بطريقة واضحة يا نور؟ قالت نور: إجابتي صحيحة. دهشت المعلمة وقالت: وكيف تكونين على صواب وأنت لم ترسمي الحدود بين الأقطار العربية؟ طب دلوقتي نور يا باسل قالت إن إجابتي صحيحة. طيب لماذا دهشت المعلمة يا باسل؟ لأنها لم ترسم؟ لم ترسم الحدود الداخلية للوطن العربي بين الأقطار العربية أو بين البلاد العربية، وتقول أن إجابتها إيه صحيحة. يبقى دهشت المعلمة ودهشت المديرة لأنها لم ترسم الحدود بين البلاد العربية، وقالت أن إجابتها إيه صحيحة. إزاي سايبة سؤال بحاله وبتقول أن إجابتها صحيحة؟ هم مستغربين عشان كده. طب تعالوا نشوف المعاني مع بعض يا أولاد، وبعد كده نكمل قصة نور مع مادة الجغرافيا. طب أول معنى هيكون عندنا المين؟ تعاني. يعني إيه تعاني يا فاطمة؟ تعاني مشكلة ما، يعني تعاني يعني إيه؟
تشقى تقاسي معنى تعاني تقاسي. وانا مش سامعاكي كويس يا فاطمه. تعاني معناها تقاسي، تعاني مشكله ما يعني تقاسي مشكله ما. طب الدور على باسل، اتفضل يا باسل. طيب عيني الحدود الداخليه لكل قطر عربي، يعني ايه كلمه عيني يا باسل؟ حددي او خصصي. برافو عليك، بارك الله فيك يا باسل. فاطمه السؤال اللي بعديه فاطمه. طب معنى حدود ايه يا فاطمه؟ عارفه حدود بين الدول العربيه، يعني ايه كلمه حدود بين الدول العربيه؟ فواصل. فواصل، بارك الله فيكي. معنى حدود ايه؟ فواصل، ممتازه يا فاطمه. باسل بقى هيقول لنا. طيب كلمه حدود مفردها ايه يا باسل؟ حد. ممتاز، بارك الله فيك يا باسل. مفرد حدود طبعا مفردها حد. السؤال اللي بعد كده اتفضلي يا فاطمه. كلمه قطر معناها ايه يا جميله؟ مجمع مثلا دول. دوله معنى قطر يعني دوله او ايه او بلد، بارك الله فيك. ممتازين يا سنه اولى، ربنا يبارك لكم. باسل هيحل لنا السؤال اللي جاي. طب كلمه دقيق بشكل دقيق يعني ايه بشكل دقيق يا باسل؟ يبقى السؤال ان ترسم الخريطه بشكل دقيق، ايه يعني ايه يا باسل؟ محكم. محكم او متقن، برافو عليك. محكم او متقن، بارك الله فيك. يعني بشكل ايه يعني ما تنساش ولا اي حاجه، يبقى دقيق معناه محكم او ايه او متقن، ما تنساش فيه اي حاجه. اتفضلي يا فاطمه. دهشت معناها ايه يا جميله؟ دهشت المعلمه. عجبت. عجبت او اعجبت، جبت، تعجبت المعلمه، تعجبت الايه المعلمه او ايه او تحيرت. باسل هيقول لنا. بسم الله. طب تناولت خريطه، يعني ايه كلمه تناولت يا باسل؟ تناولت نور خريطه. كلمه تناولت معناها ايه؟ أخذت. ممتاز، أخذت الإيه خريطة ومضادها إيه تركت، معناها أخذت ومضادها إيه تركت، يبقى تناولت الخريطة أخذت ومضادها إيه تركت. طيب تعالوا نعمل المسابقة دي يا أولاد، مسابقة إن شاء الله هتعجبكم. المسابقة دي عند إيه؟ عبارة عن إيه؟ أسئلة، وهنشوف مين اللي هيفوز في الأسئلة دي، يعني هنفوز وهناخد التحية اللي هم عاملها لنا في المسابقة ولا إيه؟ ندخل على المسابقة. اتفضلي يا فاطمه. لماذا تحدث المدرسه كلها عن نور؟ لانها حصلت على درجه ضعيفه في الجغرافيا، ولا لانها حصلت على كاس التفوق، ولا لانها في المركز الاول؟ نختار ايه يا فاطمه؟ اول اجابه، لانها حصلت على درجه ضعيفه. ممتاز، لانها حصلت على درجه ضعيفه في الجغرافيا، صح كده. السؤال اللي بعديه، يلا يا باسل. لماذا لم تصدق المديره ما حدث لنور؟ لانها لم تحضر الامتحان، ولا لانها متفوقه في الجغرافيا، ولا لانها حصلت على كاس التفوق في العام الماضي؟ حصلت على كاس التفوق. ممتاز، ممتاز يا باسل، احسنت يا باسل. طيب دلوقتي يلا يا فاطمه، كيف فسرت معلمه الجغرافيا ما حدث لنور وماذا اقترحت؟ فسرت انها تعاني من مشكله ما واقترحت تقديم المساعده، ولا فسرت انها لم تحضر الامتحان واقترحت عمل اختبار لها، ولا فسرت انها لم تفهم الدروس واقترحت شرح الدروس لها؟ نختار ايه يا جميله؟ اول اجابه اللي هي ايه بقى؟ انا عايزاكي تقوليها. لانها تعاني من مشكله واقترحت تقديم المساعده لها. طب ليه بنقول الإجابة يا ولاد؟ ليه بنخليكم تقولوا الإجابة؟ علشان إيه؟ تتعودوا إن أنتوا تقولوها باللغة الإيه؟ العربية. بارك الله فيك يا فاطمة. طب اتفضل يا باسل، ما السؤال الوحيد الذي جاء في الامتحان يا باسل؟ أكملي ما يأتي، ولا بما تفسر، ولا أرسمي خريطة الوطن العربي وعيني حدود كل قطر عربي؟ وحييني حدود كل قطر عربي، تمام. اتفضلي يا فاطمه، كيف اجابت نور على السؤال؟ لم ترسم شيئا، ولا رسمت الحدود الداخليه بشكل دقيق، ولم ترسم الحدود الخارجيه، ولا رسمت الحدود الخارجيه بشكل دقيق، ولم ترسم الحدود الداخليه؟ نختار ايه يا جميله؟ الحدود الخارجيه بشكل دقيق، ولم ترسم الحدود الداخليه. ممتازه، بارك الله يا قلبي، ربنا يبارك لك، صح كده.
أحسنت. هيا إلى المرحلة الثانية اللي إحنا إيه هنسمعها بعد الإيه بعد ما نكمل الدرس، نكمل الفيزياء ولاد ونشوف إيه اللي حصل لنور. قالت نور بحزن: وهل تعتقدين أن وضع الحدود بين الدول العربية يكون صوابا؟ أنا أستطيع الآن رسمها. طبعا يا أولاد المعلمة سألتها، قالت لها أنت إزاي ما ترسميش الحدود الداخلية وإجابتك صحيحة. طبعا هي قالت أن أنا حزينة جدا ان في اصلا في حدود بين الايه بين الدول العربيه، المفروض ما يكونش في اصلا حدود بين الدول الايه العربيه. تعالوا نشوف ازاي ده يا ولاد. وطبعا النور عشان تثبت ان هي عارفه الحدود الداخليه والخارجيه تناولت خريطه. يعني ايه تناولت خريطه؟ يعني اخذت خريطه وبدات فعلا ترسم الحدود الداخليه والخارجيه بشكل دقيق. طب تعالوا نشوف هي ليه نور عملت كده، ازاي عارفه الاجابه وما كتبتهاش. تعالوا نشوف يا ولاد. هذه الحدود امامك، وتناولت ورقة ورسمت عليها الحدود بين الدول العربية بطريقة صحيحة. فكرت المعلمة في كلام نور وتخيلت الوطن العربي الكبير وهو يحتضن بعضه وبلا حدود بين أقطاره، وتخيلت الإنسان العربي. يبقى دلوقتي يا فاطمة تفضلي. فاطمة نقول إيه؟ قولي لي يا جميلة. يبقى لماذا تخيلت او ماذا تخيل نور او ماذا تتمنى نور؟ تتمنى نور ايه يا جميله؟ ان تختفي الحدود الداخليه للدول العربيه وان تصبح قطر واحد. ممتازه. طب لماذا يا باسل؟ ليه نور مش عايزه يبقى في حدود بين الدول العربيه؟ لا ما اعرفش. علشان الانسان، بص يا باسل دلوقتي انا علشان اروح مثلا السعوديه لازم اعمل ايه يا باسل؟ عشان اروح السعوديه لازم اروح بالطياره. لازم اروح بالطياره واقطع تذكره، وكمان مش بروح بسهوله، بيبقى في حد واقف على الحدود، بيبقى في جيش اللي هم بتوع السعوديه واقفين على الحدود ما بيدخلوش اي حد، لازم يكون معاك تصريح. تمام كده؟ عارف يعني ايه تصريح يا باسل؟ يعني لو معاك مثلا اذن ان انت مثلا ايه حد هو اللي يعني ايه هو اللي بعت لك دعوه ان انت تيجي السعوديه يدخلوك، لو محدش بعت لك دعوه مش يدخلوك خالص، حتى لو معاك التذكره لو معاك كل حاجه ما يدخلكش، او لو مش جاي عشان سبب مقنع يعني. طب دلوقتي انا عايزه اروح مثلا يا باسل السودان، هلاقي ايه على الحدود بتاعه السودان يا باسل؟ جيش. الجيش ومش بيدخلوا اي حد. طب دي اسمها حدود، هي دي اسمها الايه الحدود. يبقى الحدود اللي هو الجيش اللي بيوقفوا على الحدود ما بيدخلوش اي حد. تمام كده؟ طب افرض لو الحدود دي اتلغت، ما بقاش في حدود بين الدول وبعضيها، ايه اللي هيحصل يا باسل؟ الناس هتتنقل ما بين الدول عادي بمنتهى الايه الحريه. يعني اي حد عايز يروح السعوديه يروح عادي، يركب الطياره ويقطع التذكره ويروح عادي من غير ما حد يمنعه. اي حد عايز يروح السودان يروح من غير ما حد يمنعه، اللي عايز يروح ليبيا يروح من غير ما حد يمنعه. كده احسن يا باسل ولا الحدود احسن؟ كده احسن طبعا. كده ايه كده احسن اللي هي الحدود ولا الانسان ينتقل بحريه احسن؟ الانسان ينتقل بحريه. برافو عليك، بارك الله فيك. تعالوا نشوف المعلمة كمان قالت إيه على نور. وهو يتنقل بحرية بين الأقطار العربية. وهنا أدركت المعلمة أن نور لم ترسم حدودا بين الأقطار العربية، ليس لأنها لم تكن تعرف كيف ترسمها، ولكن لأنها تتمنى أن تزول الحدود بين أجزاء الوطن العربي وتصبح الدول العربية أمة عربية واحدة. يبقى قولي لي يا فاطمة، معايا يا فاطمة؟ يا مع حضرتك يا مسيح. ماذا تمنت نور؟ تمنت نور إيه جميلة؟ مش عايزك لسه إيه؟ إيه؟ حاسة إن أنا سمعت السؤال ده حضرتك من شوية. طب تمنت نور أن تصبح الدول العربية إيه؟ واحدة. أمة عربية واحدة، يعني كأن كل البلاد العربية كلها بلد إيه واحدة، يعني الإنسان يتنقل فيها زي ما هو إيه زي ما هو عايز من غير ما حد إيه يمنعه. تمام كده يا ولاد؟ انتهت المعلمة من التفكير ونظرت إلى نور وقالت لها أنت على حق. يبقى ماذا قالت لها المعلمة يا باسل؟ قال أنت على حق. أنت على حق. طب تعالوا نشوف المعاني مع بعض. باسل هيقول لنا تعتقدين معناها إيه يا جميل؟ تعتقدين معناها
متأكدين؟ تتأكدين أو تتيقنين. ممتاز، بارك الله فيك يا باسل. فاطمة بقى السؤال اللي جاي. طيب حرية مضادها إيه يا فاطمة؟ أسر. أسر أو إيه أو قيد؟ أسر أو قيد، يعني إذا كأن حد إيه مأيدني. حرية يعني إيه؟ بتصرف براحتي أو بتحرك براحتي، عكسها إيه؟ حد مأيدني، بقى إيه؟ قيد. وبرضو أسر صح، بس طبعا قيد أكتر يا فاطمة عشان ده بيكون إعام، لكن الأسر ده بيكون في الحرب أو في الجيش بس. طيب يلا يا باسل، حرية جمعها إيه؟ حريات. ممتاز، بارك الله في الجامعة. حرية إيه؟ حريات، بارك الله فيك يا باسل. فاطمة هتقول لنا أدركت معناها إيه يا فاطمة؟ أيقنت. أدركت، أيقنت أو فهمت، وعكسها شكت. مضادها جهلت، يبقى فهمت وعكسها إيه؟ جهلت. تمام، بارك الله فيك. يبقى أدركت فهمت وعكسها إيه؟ جهلت. يلا يا باسل، تزول، تتمنى أن تزول الحدود. يعني إيه كلمة تزول يا باسل؟ تتمنى نور أن تزول الحدود بين الدول، يعني إيه يا سيدي؟ تنتهي. إيه؟ تنتهي. تنتهي أو إيه؟ تمحى. تنتهي أو تمحى أو تختفي، مبقاش في حدود خالص. بارك الله فيك. كويس يا باسل إن أنت بتحاول تفكر أنت وفاطمة، ممتازين. يعني حتى لو ما جبتوش الإجابة بالظبط، أنتوا بتقربوا لها جدا على فكرة. طيب تزول مضادها إيه يا فاطمة؟ تتواجد. تتواجد أو تبقى، برافو عليك، بارك الله فيك. وتتواجد قريبة جدا من تبقى، ما شاء الله عليكم يا ولاد، الله أكبر عليكم. طيب تتمنى يعني إيه يا باسل؟ بتتمنى أن تصبح الأمة العربية أمة واحدة، أو تصبح الدول العربية أمة واحدة، يعني إيه تتمنى؟ معرفش. تتمنى، حاول تجيبها حتى لو معنى قريب. تريد، استدى بقى انها صح، او تأمل. تريد او ايه او تأمل، الاتنين صح على فكرة، ما شاء الله عليك. فاطمة امة معناها ايه يا فاطمة؟ تتمنى شعب. ان تصبح امة معناها ايه؟ شعب. شعب او ايه او جماعة، برافو عليك. الجماعة من الناس، الجماعة من الناس بنقول عليهم امة او شعب، برافو عليك. طب تعالوا نشوف المسابقة دي يا ولاد. ده المستوى الثاني للمسابقة. يلا يا باسل، لماذا لم ترسم نور حدودا بين الأقطار العربية؟ لأنها لم تستطع تحديدها، ولا لأنها لم تتذكرها، ولا لأنها رأت أن وجود الحدود الداخلية أمر غير صحيح؟ لأنها رأت أن وجود الحدود الداخلية أمر غير صحيح. ممتاز، بارك الله فيك يا باسل. اتفضلي يا فاطمة. كيف برهنت نور على معرفتها بالإجابة؟ يعني إزاي قالت لهم إن هي عارفة الإجابة كويس؟ أنها قامت بترديد ما حفظته، ولا أخذت ورقة ورسمت الحدود الداخلية بطريقة صحيحة، ولا رسمت الحدود الداخلية والخارجية بطريقة صحيحة؟ أخذت ورقة ورسمت الحدود الداخلية بطريقة صحيحة. ممتازة، بارك الله فيك. أنا قلت إن أنت ممكن تتلخبطي وتختاري الأخيرة، بس طلعتي شطورة، ما شاء الله عليكي. يلا يا باسل اتفضل. ماذا تخيلت المعلمة بعدما فكرت في كلام نور؟ تخيلت المعلمة، تخيلت الوطن بلا حدود داخلية أو خارجية، ولا تخيلت الوطن العربي بلا حدود وأن الإنسان ينتقل فيها بحرية، ولا تخيلت ما يحدث في البلاد إذا انتقل الإنسان فيها؟ تخيلت إيه سيدي؟ تخيلت نور العالم بلا حدود وأن الإنسان ينتقل فيها بحرية. ممتاز، بارك الله فيك يا باسل، ربنا يبارك لك يا رب. صح كده، أنا قلت إن أنتوا هتتلخبطوا ما شاء الله، بس أنتوا بتعرفوا الإجابة ما شاء الله عليكم. طب قولي لي كده يا فاطمة، ماذا أدركت المعلمة بعد حديثها مع نور؟ أدركت إيه؟ أن نور لم تذاكر الجغرافيا، ولا أن نور كانت تعرف إجابة السؤال، ولا أن نور تتمنى أن تزور الحدود بين البلاد العربية وتصبح أمة واحدة؟ أن نور تتمنى أن تزور الحدود العربية وتصبح أمة واحدة. ممتازة، بارك.
ممتازين يا اولاد، بارك الله فيكم بجد، احسنتم بجد بجد احسنتم. ناخد بقى القصه، مستعدين للقصه يا اولاد؟ هاخد فصل كام وكام؟ الفصل التاسع والعاشر ان شاء الله. نبدا. طب الفصل التاسع هيبتدي بايه؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. اول حاجه، مين فاكر يا اولاد مين اللي كان خليفه المسلمين في الوقت ده، يعني بعد ما مات علي بن ابي طالب، مين اللي تولى خلافه المسلمين بعديه؟ مين فاكر؟ معاويه. معاويه بن ابي سفيان. تمام، برافو عليكم. طب فاطمه، تفتكري مين اللي كان ولي مصر ايام معاويه بن ابي سفيان؟ سيدنا عمرو بن العاص. ممتاز، عمرو بن العاص، فعلا هو كان ولي مصر ايام معاويه ابن ابي سفيان. برافو عليك يا فاطمه. طب باسل، تقدر تقول لي مين اللي تولى قياده الجيش ايام عمرو بن العاص؟ عقبه بن نافع. طب دلوقتي يا اولاد، عمرو بن العاص وعقبه بن نافع هيعملوا ايه؟ هيفتحوا بلاد اسلاميه كتير جدا لحد افريقيا، يعني هيفضلوا ماشيين وفاتحين البلاد لحد افريقيا. تعالوا نشوف البلاد اللي هيفتحوها النهارده هتكون عباره عن ايه. بسم الله. القصه عقبه بن نافع. الفصل التاسع، عقبه يستأنف الفتح. صمم عمرو بعد عودته الى ولايه مصر على استئناف الفتوحات التي بدأها في برقة سنة 22 هجريا، ورأى أن خير من يقوم بهذه الفتوحات هو عقبة بن نافع، لأنه أصبح ماهرا في فنون الحرب من جهة، وخبيرا بشؤون القبائل البربرية والروم من جهة أخرى. لإقامته هناك 6 سنوات كاملة استدعى عمرو. يبقى تقدر تقولي لي يا فاطمة، لماذا اختار عقبة بن نافع لتوليه الجيش؟ علشان عشان هو عنده قدرات حربية كتيرة ممتازة، لمعرفته الايه؟ لكفاءته الايه الحربية، لمهاراته الحربية او لكفاءته الايه الحربية. ممتازة، بارك الله فيك. طيب وايه تاني يا باسل؟ تعرف ايه تاني؟ في سبب تاني مهم جدا، ليه اختار عقبة عشان يتولى الجيش يا سيدي؟ عشان هو كان بارع في الحرب. وفي سبب تاني، ايوه، لخبرته بالقبائل البربرية، لانه قعد معاهم كام سنة يا ولد؟ 6 سنوات. قعد معاهم 6 سنوات كاملين، فطبعا بقى خبير بيهم، عارفهم يعني درسهم وعارفهم كويس، بقى عنده خبرة ازاي يتعامل معاهم، عشان كده هيقدر ايه ان هو يحاربهم ويحقق الايه ويحقق النصر. طيب تعالوا نشوف هيروح اي بلد الاول دلوقتي، يعني ايه البلد اللي هيبدأوا بيها؟ نخالته عقبة، وطلب إليه أن يتولى قيادة الجيش الذي سيتم إرساله إلى برقة لمواصلة الفتوحات في تلك الجهات وتحصيل ضريبة الدفاع ممن رفضوا دفعها بعد عودة المسلمين وانشغالهم طوال تلك السنوات بأحوالهم الداخلية. لم يخف عقبة، وهو البطل الشجاع الذي تشرب قلبه حب الجهاد، اقتباطه بهذا التكليف، إذ أشرقت ملامح وجهه وانبعثت في نفسه خواطر عن الماضي القريب. إبان إقامته في تلك الجهات وقيامه بنشر تعاليم الدين الحنيف بين البربر وفتحه بعض المدن المهمة ودخول أهلها في الإسلام، إن الفرصة واتته من جديد. طب تقدر تقول لي يا فاطمة، لماذا اختبط عقبة بهذا التكليف، أو لماذا فرح عقبة بهذا التكليف؟ إن هو يرجع يستكمل الفتوحات تاني بعد عمر طويل. ممتازة، بارك الله فيك، وكمان علشان دي فرصة ليه إن هو يجاهد في سبيل الله ويفتح بلاد إيه؟ ويفتح البلاد للإيه؟ للإسلام، وعشان ينشر الدين الإسلامي في بلاد إيه؟ لم تعرف الإيه؟ الإسلام. يبقى أول حاجة يا ولاد، عشان يجاهد في سبيل الله، لأن هو بيحب الجهاد في سبيل الله، بيحب إن هو يحارب علشان تعلو كلمة الإسلام. تاني حاجة إن هو عايز إيه؟ عايز بلاد يدخلها دين الايه؟ يدخلها الدين الايه؟ الاسلامي. عايز الناس اللي مش مسلمين يدخلوا يعني في الايه؟ في الاسلام. تمام كده يا باسل؟ يبقى لماذا اختبط عقبه بهذا التكليف يا باسل؟ لماذا اختبط عقبه بهذا التكليف؟ اختبط يعني ليه فرح بالتكليف ده؟ لانه يحب الجهاد. ممتاز، وايه تاني؟ لانه ينشر الايه؟ انتشر الدين الاسلام في بلاد لم تعرف الايه؟ الاسلام، او ارتدت عن الاسلام، لان في بلاد ارتدت عن الاسلام هيدخلوها تاني. طيب تعالوا نكمل ايه اللي هيحصل بعد كده، واول بلد هيدخلوها ايه؟
لإنقاذ القبائل البربرية من مخالب الوثنية والجهالة. بدأ عقبة أعماله الحربية في هذه المرة سنة 41 هجرياً بالتوجه إلى قبيلة لواتا، فأعلنوا الطاعة من جديد واعتنقوا الإسلام راضين مغتبطين، ثم اتجه إلى برقة فوجد. يبقى أول دولة اتجه لها إيه يا فاطمة؟ أول قبيلة اتجه لها قبيلة إيه؟ لواتا. ممتازة، برافو عليك. هل حارب عقبة؟ لا، هم أسلموا مغتبطين، مش حارب. مغتبطين يعني فرحانين، يعني هم دخلوا الإسلام هم راضين. مغتبطين يعني إيه؟ فرحين، يعني ما كانش مش ما حاربوش عقبة يا ولاد ولا حاجة، هم دخلوا الدين الإسلامي كمان، هم إدوا الفرصة لعقبة إن هو ينشر الدين الإسلامي وسطهم، وبالفعل دخلوا الدين الإسلامي هم إيه؟ فرحين وراضين، عشان كده ما حصلش اي حرب بين عقبه وبين قبيله ايه؟ لواتا. طب وبعد قبيله لواتا يا ولاد تعالوا نشوف عقبه هيروح فين. اهلها كما تركهم منذ 13 سنة ما زالوا على دين الاسلام، يقيمون شعائره بانتظام ويتمسكون باصوله وقواعده. اقام عقبه في برقه يستكمل رسالته الاولى في نشر الدعوه الاسلاميه بين القبائل، حتى استجاب له عدد كبير منهم، وأصبح المسلمون في هذه القبائل يقدرون بالألاف. وبعد حوالي سنتين، أي في شوال سنة 43 هجرياً، توفي عمرو بن العاص. طب اتفضل يا باسل، بعد الواتا هيدخل فين عقبة تاني؟ إيه البلاد اللي دخلها بعد الواتا ولقى أهلها متمسكين بالشعائر الدين الإسلامي وما ارتدوش عن الدين الإسلامي؟ لواتا دخل بعدها ولقى أهلها زي ما سابهم متمسكين بالدين الإسلامي وبيقوموا شعائر الدين وبيصلوا وبيصوموا وبيعملوا كل حاجة. يا ترى إيه البلد دي؟ وكان سايبهم من 13 سنة، ورغم إن هو سابهم من 13 سنة بس وجدهم إيه؟ متمسكين بشعائر الدين الإسلامي. اللي هي أهل بركة، تمام كده. يبقى كيف وجد عقبة أهل بركة؟ تعرف تقول لي بقى الإجابة يا باسل؟ متمسكين بالإسلام. ممتاز، رغم انه تركهم قد ايه يا باسل؟ سابهم قد ايه؟ 13 سنة. ممتاز، برافو عليك. ورغم كده لم يرتدوا عن الدين الاسلامي وظلوا متمسكين بشعائر الدين الايه؟ الاسلامي. طيب قولي لي يا فاطمه، سنه 43 هجريا هيحصل حاجه، هيحصل ايه؟ بعد سنتين هو احنا ما كملناهاش. طب نكملها الاول وبعد كده هسألك يا فاطمة، نركز يا جماعة، معلش انا اسفة، انا بحسب ان احنا قلناها. طب ثواني نكمل الفيديو الاول. وحزن عقبة لموت ابن خالته حزنا شديدا. وقام بعدها معاوية بن ابي سفيان سنة 45. معاوية بن ابي حزن عقبة لموت ابن خالته، اي في شوال سنة 43 هجرياً، توفي عمرو بن العاص، وحزن عقبة لموت ابن خالته حزناً شديداً. وقام بعدها معاوية بن أبي سفيان سنة 45 هجرياً بإرسال معاوية بن حديج والي مصر في تلك الفترة على رأس جيش. طب قولي لي كده يا فاطمة، يبقى إيه اللي حصل سنة 43 هجرياً؟ توفي سيدنا عمرو بن العاص. ممتازة، برافو عليك. ومن تولى مكانه؟ مين اللي تولى مكانه يا فاطمة؟ عافية بن أبي سفيان. معاوية؟ لا، هو معاوية بن أبي سفيان هو خليفة المسلمين. طب مين اللي تولى مصر بعد موت عمرو بن العاص؟ عمرو بن العاص كان ماسك مصر بس، كان هو حاكم مصر بس، لكن معاوية بن أبي سفيان يا فاطمة كان ماسك كل الدول الإيه؟ كل الدول الإسلامية، تمام كده؟ أنتوا فاهمين الحتة دي يا أولاد؟ يبقى معاوية بن أبي سفيان كان إيه؟ حاكم الدول الإسلامية كلها، كان هو أمير المؤمنين، كان حاكم الدول الإسلامية كلها. ومعاوية بن أبي سفيان سايب على كل بلد إيه؟ حاكم بيحكم بأمر من معاوية. كل بلد عليها حاكم، الحاكم ده بيحكم بأمر من معاوية. اللي كان ممسكه في الأول مصر عمرو بن العاص، كان بيحكم مصر بس بأمر مين؟ من معاوية بن أبي سفيان، لأن كان معاوية هو حاكم البلاد الإسلامية كلها. طب بعد ما مات عمرو مين اللي جه بعديه يا فاطمة؟ معاوية ابن حديج. معاوية ابن إيه؟ ابن حديج. يبقى اسمه إيه يا جميلة؟ معاوية ابن حديج. ممتازة، برافو عليكي. يبقى اللي مسك
بعد عمرو عصام ومعاوية ابن حديج. تعالوا نشوف على فكرة يا باسل، معاوية ابن حديج ده كمان هيقود الجيش بدل من مين؟ باسل؟ عقبة. بدل عقبة. تعالوا نشوف هل هيحقق انتصارات زي اللي كان بيحققها عقبة ولا لا. عدته 10,000 مقاتل ليفتح به هذه البلاد. التقى ابن حديج فور وصوله إلى برقة بعقبة بن نافع وأعد معا خطة الفتح، ولكن ابن حديج لم يحقق إلا نصرا ضئيلا إذا قورن بما أحرزه المسلمون في الفتوحات السابقة، ثم عاد إلى مصر. يبقى يا ولاد دلوقتي ابن حديج فعلا ان هو حارب وقاضي الجيش، ولكن ما حققش انتصارات زي اللي كان محققها اي عقبه. تعالوا نشوف ايه الانتصارات اللي ايه حققها وايه البلاد اللي فتحوها بعد كده في الفصل العاشر. هيا مستعدين يا ولاد؟ اوعى تكونوا تعبتوا. ايه اكمل ولا ايه؟ تمام يا فاطمه، تمام يا باسل. بسم الله. القصه عقبة بن نافع. الفصل العاشر. عقبة يتجه إلى إفريقية. ظل عقبة واليا على برقة حتى سنة 49 هجريا، وقد زاد تعلق البربر به لحسن معاملته لهم ورفع المظالم التي فرضها عليهم سادة الرومان على مر السنين. وإذ هو يقوم بمهمته كداعية للإسلام في هذه المنطقة، جاءه خطاب من الخليفة يعلمه. يبقى تولى عقبة برقة سنة كم يا فاطمة؟ كم هجريا؟ 45 هجري. 9؟ لا 49 هجريا. يبقى تولى عقبة برقة سنة 49 هجريا. طب لماذا أحبه أهل برقة يا باسل؟ لماذا أحبه؟ لأنه كان يعلمهم الدين. أول حاجة برافو عليك، كان بيحاول إن هو إيه يقوم بدوره كداعية، كان بينشر الدين الإسلامي، وكمان كان بيعمل إيه، كان بيحسن معاملتهم، وكمان بيرفع المظالم. عارف يعني إيه يرفع المظالم يا باسل؟ لا. يعني بيرد الحقوق لأصحابها. أي مثلا الروم لما كانوا ماسكين برقة أو لما كانوا متحكمين في برقة كانوا بياخدوا من الناس حقوقها، كانوا بياخدوا حقوق الناس ومش بيردوها. تمام كده؟ عقبة عمل إيه؟ أخد الحقوق دي ورجعها للناس. يعني اي حد الارض بتاعته اخذها الروم رجع لهم الايه الارض دي. تمام كده؟ يعني انت يا باسل مثلا انت من اهل بركه والروم اخذوا ارضك، انت عندك ارض والروم ايه اخذوها، عقبه رجعها لك تاني. فهمت كده؟ عرفت يعني ايه رفع المظالم؟ يعني بيردوا الحقوق لايه؟ لاصحابها. يبقى هم احبوا عقبه ليه يا اولاد؟ لانه احسن معاملتهم، كان بيحسن معاملتهم، بيعملهم كويس جدا جدا، وكمان كان بينشر بينهم الدين الاسلامي، وكمان كان بيرفع المظالم، كان ايه بيرفع المظالم. طيب تعالوا نكمل نشوف ايه الخطاب. في خطاب يا اولاد جه لعقبه، يا ترى ايه الخطاب ده؟ يا ترى بيقول ايه؟ تعالوا نشوف كده. فيه انه قد اختاره لفتح افريقيا، وان جيشا عدته 10,000 مقاتل في طريقه اليه. كان هذا الخطاب في سنه 49 هجريا، أي بعد إقامته 6 سنوات أخرى في برقة. وعلى الفور نادى عقبة في البربر بالجهاد، فأقبلوا من مختلف القبائل. طب قولي لي كده يا فاطمة. فاطمة قولي لي يا جميل، دلوقتي عقبة ابن نافع جاله تكليف من معاوية ابن أبي سفيان إن هو يعمل إيه يا فاطمة؟ إن هو يفتح، ان هو يقود الجيش حتى يفتح ايه، حتى يفتح افريقيا، ان هو يكون ايه في جيش هيفتح افريقيا، وعين عقبة قائد ايه، قائد على الجيش ده. تمام كده يا جميلة؟ يبقى ايه المهمة اللي كلفه بها معاوية؟ ان هو يقود الجيش عشان يفتح افريقيا. تمام، برافو عليكي، بارك الله فيك. طب نركز يا ولد، اوعى تكونوا تعبتوا. اكمل ولا ايه؟ طب اللي مش عايزني يكمل اقول ان ممكن نكمل الحصه الجايه، مفيش مشكله يعني. لا لا نكمل. طب بالله عليكم ركزوا يا جماعه عشان الوقت، نركز شويه بس عشان الوقت. ملبين دعوته، وكان فرحه عظيما بخروج البربر للجهاد في سبيل الله،
وصل الجيش الذي أرسله معاوية بن أبي سفيان إلى برقة، فوجد في انتظاره جيشا آخر من البربر مستعدا لخوض المعارك ضد أعداء الإسلام. ولأول مرة في تاريخ المعارك الإسلامية يتكون جيش من العرب والبربر وينطلق لغاية واحدة هي إعلاء كلمة الله. اتجه عقبة إلى طب قل لي يا باسل أين أنت؟ أيوه، كم عدد الجيش الذي أرسله معاوية لعقبة وهو في بركة؟ 10,000. 10,000 مقاتل، يبقى أرسل له إيه 10,000 مقاتل. طب هل انضم له عدد من البربر؟ انضم له. كانت أول مرة الجيش يكون فيه البربر والإيه والروم، يبقى أول مرة البربر يتحالف مع الإيه مع الإيه مع العرب، البربر والعرب يتحالفوا ايه مع بعض في الايه في الجيش، تمام كده؟ يبقى كانت اول مره يتحالف فيها الايه يا اولاد العرب مع الايه مع البربر. تعالوا نشوف الجيش ده هيروح على فين بقى. قبيله ودان، وهي القبيله التي افتتحها بسر بن أرطأة سنه 23 هجريا. هيروح على فين يا فاطمه؟ الجيش ده كله هيروح على فين؟ على ادنى، على ودان، على قبيلة اسمها ايه ودان، كان فتحها بصر ابن ايه أرطأة في سنة 23 ايه هجريا. يبقى هيروح على ودان. واضح ان ودان دي ارتدت عن الدين الايه الاسلامي، تمام كده يا جميلة؟ يبقى ودان دي يا ولاد ارتدت عن الدين الاسلامي، يعني ما قبلتش بالدين الاسلامي، عشان كده عقبة راح ينشر فيهم الدين الاسلامي للمرة الايه للمرة التانية، تمام كده؟ تعالوا نشوف اهل ودان لما عقبة هيروح لهم هل هيعلنوا الدين الاسلامي ولا هيحاربوه. تعالوا نشوف. ارتدت عن الإسلام بعد أن غادر المسلمون تلك الجهات. حاول أهل هذه القبيلة مدافعة المسلمين، ولكن عقبة والمجاهدين من حوله هزموهم في أول اشتباك، ثم أسروا ملكهم وعادوا به إلى مقر القيادة الإسلامية. وقف ملك ودان منكس الرأس أمام عقبة يحاول أن يتكلم، فتذوب الكلمات على شفتيه، وتذكر في هذه اللحظات أنه نقض عهده مع المسلمين ومنع إرسال ضريبة الدفاع المقررة عليه، بل بالغ في عداوته للمسلمين بأنه جند أهل قبيلته لمحاربتهم. ثم سكت عقبة هنيهة وقال للملك: والآن عليك أن تدفع ضريبة الدفاع التي فرضها عليكم بسر بن أرطأة، وهي 360 بعيراً. أكد ملك ودان لعقبة أنه لن يعود لمحاربة العرب مرة أخرى. يلا يا باسل، معايا باسل؟ ما موقف أهل ودان من عقبة بن نافع؟ عملوا معاه إيه يا باسل؟ هل دخلوا الإسلام راضين؟ يعني رجعوا للدين الإسلامي ولا حاربوه؟ حاربوه. حاربوه بقوة. طب ماذا حدث أو ما نتيجة هذه الحرب؟ أسروا ملك. أيوة، ملك ودان. طيب لماذا أسروه؟ عشان ما يحاربوش تاني، عشان نقض العهد مع مين؟ مع المسلمين، لأنه نقض العهد. كان لأن كان في عهد بين ملك ودان وبين بصر ابن أرطأة اللي هو إيه اللي هو كان دخل لهم ونشر الدين الإسلامي. بصر بن أرطأة مجرد ان هو خرج من ودان يا ولاد، ايه اللي حصل؟ ملك ودان ده ارتد عن الدين الاسلامي، يعني بعد ما اعطانك الدين الاسلامي ارتد، يعني خرج عن الدين الاسلامي. ومش بس كده، رفض كمان يبعت ضريبه الدفاع، ما ارسلش ضريبه الدفاع للايه للمسلمين. فعلشان كده عقبه بن نافع ايه اثره ووعده المره دي، ملك ودان وعد المسلمين ان هو هيرسل لهم ايه ضريبه الدفاع فين في ميعادها. طب ضريبه الدفاع دي كانت قد ايه فاطمه؟ كم تبلغ؟ 360 بعير. ممتازة، بارك الله فيك، ممتازة يا فاطمة. طب ليه أولاد عقبة كان بيحارب الناس دي؟ حد يعرف؟ هل بيحاربهم عشان يدخلوا الإسلام؟ بيحاربهم عشان يخشوا الدولة يعرفهم إيه دين الإسلام. تمام. بصوا يا أولاد، دلوقتي أي بلد ما تعرفش أي حاجة عن الدين الإسلامي، تمام كده؟ فعقبة وجيشه بيروحوا البلاد دي بيفهموهم يعني إيه الدين الإسلامي. في ناس بتبقى عايزة تدخل الإسلام بس الملوك بترفض، الملوك بتمنعهم وبتعذبهم وممكن توصل لإزاءهم جامد جدا. فطبعا عشان الأهالي اللي عايزين يدخلوا الإسلام ما يتأذوش أو ما يتعذبوش، فعقبة بيضطر إن هو إيه
يعني يقول لهم يا إما تدخلوا الإسلام أو سيب الحرية لأهلك إن هم يدخلوا الإسلام وتدفعوا ضريبة الدفاع، يا إما إيه، يا إما هيحاربهم. وطبعا هم بيرفضوا إن هم يدخلوا الدين الإيه الإسلامي، وبيرفضوا إن أهلهم كمان تدخل الدين الإسلامي، فعقبة بيضطر إيه يحاربهم، علشان اللي عايز يدخل الدين الإسلامي إيه بيدخل عادي. حتى الملك بتاعهم لما دخل الدين الإسلامي هيتعين هو نفسه الملك عليهم، مش هيجيبوا ملك من إيه من حد تاني يعني. يعني مش عقبة بن نافع هو اللي يمسك الايه والدان دي وهيحكمها، لا، الملك نفسه ما دام دخل الدين الاسلامي هو اللي هيحكم بلده، بس بشرط يسيب لهم الحريه، اللي عايز يدخل الدين الاسلامي يدخله من غير ما يعذب حد. فهمتوا يا اولاد الحرب دي بتحصل ليه؟ طيب نكمل القصه ونشوف ملك والدان هيدفع الضريبه ولا وانه سيدفع ضريبه الدفاع بانتظام. عندئذ اطلق عقبة سراح ملك والدان وتاهب للذهاب الى فزان، وهي تبعد عن قبيلة والدان بمسيرة 8 أيام. ولما دنا منها عسكر بجيشه في مكان يبعد عنها ب6 أميال، ثم أرسل من يدعو أهلها إلى الإسلام. وكانوا قد تظاهروا بالدخول في دين الله يوم انتصر عليهم عقبة منذ 20 عاما. استجابوا لنداء عقبة وأعلنوا أنهم سيعتنقون الدين الحنيف ولن يرضوا به بديلا إلى الأبد، إلا أن ملك فزان، وكان رجلا مترفا ناعما يتمتع بكل لذات الحضارة الرومانية، لم يعلن رأيه صراحة لأنه كان وثنيا لا يؤمن بالأديان. أمر عقبة بإحضار هذا الملك، وعندما وصل إلى خيمة عقبة. طب يلا يا من اللي على الدور يا أولاد، اتفضلي يا فاطمة. قولي لي يا جميلة، ما القبيلة التي اتجه إليها عقبة بعد والدان؟ بعد ما حارف والدان وانتصر وأسر الملك بتاعهم، اتجهوا على فين؟ راحوا فزان. ماشي يا فاطمة، راحوا قبيلة إيه؟ فزان، تمام كده؟ طب هل حاربوا فزان يا فاطمة؟ أيوة. لا، هما ما حاربوش، لأن أهلها إيه خافوا من ايه؟ من المسلمين بسبب اللي حصل في ودان. قالوا زي ما انتصروا على ودان اكيد هينتصروا ايه؟ اكيد هينتصروا علينا احنا كمان. فطبعا اهلها دخلوا الاسلام ولا ما دخلوش يا فاطمه؟ بعضهم دخلوا وبعضهم ما دخلوش، بس الاغلب دخلوا وقالوا ان احنا لن نرضى بديلا عن الدين الاسلامي. واللي دخلوا فيه او الاغلبيه اللي دخلوا قالوا ان احنا مش هنرتد عن الدين الاسلامي مره تانية. في واحد بس كان معارض مش عايز يدخل في الدين الاسلامي، مين هو؟ ملك مين؟ نعم مش عارف. ملك فزان. يبقى ملك فزان ما كانش عايز يدخل في الدين الايه الاسلامي، تمام كده يا فاطمه؟ في حاجه مش فاهمها كده في القصه فاطمه؟ ايه ميس، في حاجه مش فاهمها في القصه؟ لا. طيب تمام، باسل معايا؟ طب لماذا لم يدخل ملك فزان في الدين الاسلامي يا باسل؟ لانه كان ايه؟ كان وثني. عارف يعني ايه وثني؟ كان بيعبد الاصنام. يعني ملك فزان ده كان بيعبد الاصنام، يعني كان ايه؟ كان وثني، تمام كده. وكان مطرف. يعني ايه مطرف يا اولاد؟ يعني عايش في حياه مطرفه، بياكل اللي هو عايزه وعايش في قصر، والدنيا يعني ما شاء الله، يعني ما فيش حاجه محروم منها خالص. طب عقبه هيعمل معاه ايه يا فاطمه؟ هيستدعي مين؟ بس شو مرته عقبه هيستدعي ملك مين؟ فزان. ملك فزان هيستدعي ملك ايه؟ فزان. طب ليه هيستدعي فاطمة؟ لانه لم يرضى ان يدخل الايه؟ الدين الاسلامي. الدين الاسلامي. طيب هل دخلوا قبل كده يا فاطمة؟ هل دخل الدين الاسلامي قبل كده وارتد عنه؟ لا. تمام، بس هو نقض العهد. يعني عقبة قبل كده يا ولاد حارب فزان وانتصر عليهم، وكمان ملك فزان اداله ايه؟ عهد ان ايه؟ ان هم هيرسلوا ضريبه الدفاع، بس ما ارسلوش ضريبه الايه؟ الدفاع. تعالوا نشوف عقبه هيعمل معاه ايه مع ملك فزان. به وجد القائد العربي يجلس وسط جمع من ضباطه وجنوده في تواضع، واخذته الدهشه اذ راى الرجل الذي اهتزت المنطقه كلها لمقدمه وارتعدت فرائس الحكام رعبا منه يفترش الارض ولا يبدو عليه أي مظهر من مظاهر الفخر والخيلاء.
تقدم ملك فزان من عقبة، وقد ظن أنه سينزل به أشد العقاب لرفضه دفع ضريبة الدفاع التي كانت مقررة عليه ولقيامه بمحاربة المسلمين، إلا أنه فوجئ بعقبة القائد المنتصر يطمئنه ويقول له: إننا لا ننكل بالأسرى لأن ديننا يمنعنا من ذلك، أما سبب إحضارك بهذه الهيئة فهو تأديب لك حتى لا تحارب العرب مرة أخرى، وحتى تدفع ضريبة الدفاع وهي 300 بعير. التقط ملك فزان أنفاسه وبدأ قلبه يدق دقاته العادية بعد أن كان مضطربا يكاد يمزق ضلوع صدره من شدة خفقانه، ثم أطلق عقبة سراحة وانطلق بعد ذلك إلى القرى الواقعة في هذا الإقليم. طب اتفضل يا باسل. أيوه. قول لي يا سيدي، ملك فزان ليه كان خايف من عقبة؟ ما سبب خوفه ملك فزان من عقبة؟ توقع أن عقبة هيعمل فيه إيه؟ هيعاقبه عقاب شديد. طيب ليه عقبة كان عايز يعاقبه عقاب شديد يا باسل؟ لأديبة. لأنه إيه رفض أن يدفع ضريبة الدفاع، لأنه رفض إيه يا سيدي؟ أن يدفع ضريبة الدفاع ليه كانت كام يا باسل؟ ضريبة الدفاع دي كانت كام؟ 300 بعير. برافو عليك. طيب وبعد كده هل فعلا عاقبه عقبة عقابا شديدا؟ لا، إنما عمل إيه معاه بقى يا سيدي؟ ماذا فعل معه عقبة؟ معرفش. ماذا فعل معه عقبة يا فاطمة؟ ممكن أقولها بالعامية؟ قوليها بالعامية. هو جابه وقال له إن ده تأديبا ليك بس عشان ما تحاربش العرب تاني، وإن ضريبة الدفاع 600 بعير وإنت ما دفعتهاش. تمام. هل عاقبه عقبة عقابا شديدا؟ أيوه. هل عاقبه عقبة ولا عمل معاه إيه يا فاطمة؟ لا عاقبه، هو أطلق سراحه. أطلق سراحه يعني أفرج إيه؟ أفرج عنه بس مقابل إنه يدفع الإيه؟ يدفع ضريبة الدفاع. تمام كده؟ فهمت يا باسل؟ يبقى هل عاقبه عقبة يا باسل؟ لا ما عاقبوش. أما العمل مع إيه يا سيدي؟ أدبه. أطلق سراحه يعني أفرج عنه بس مقابل إنه يدفع إيه؟ ضريبة الدفاع على طول، يدفع ضريبة الدفاع وما ينقطعش إيه عنها اللي هي 300 بعير. تعالوا نشوف إيه اللي هيحصل بعد كده. فتحها قرية قرية، وقد كان أهلها يكرهون الحكم البيزنطي فسارعوا إلى الدخول في دين الإسلام. كان عقبة كلما افتتح مدينة أو قرية يترك بها نفراً من المسلمين يعلمون أهلها اللغة العربية وقواعد الدين الإسلامي، وبهذا ازداد عدد المسلمين الذين يعرفون لغة دينهم في هذه المدائن والقرى. طب قولي لي يا فاطمة، معايا يا فاطمة القصة؟ قولي لي يا جميلة، كيف ازداد عدد المسلمين؟ هو علمهم لغة القرآن بالدلخل. لأنه كان يترك جماعة من المسلمين، يعني في كل بلد بيفتحها يا ولاد كان بيترك، كان بيسيب مجموعة من المسلمين ليه؟ عشان يعلموا أهل البلد دي اللغة العربية وقواعد الدين الإسلامي. يعني عقبة يا باسل كل ما بيفتح بلد بيسيب فيها جماعة من الإيه؟ من المسلمين. ليه يا باسل؟ عشان ما يتبقى. تمام. وكمان علشان يعلمهم ايه قواعد اللغه الدين الاسلامي واللغه الايه واللغه العربيه. ثواني يا ولاد انا جبت حاجه غلط، احنا كنا هنلعب دلوقتي، انا مش عارفه ايه اللي حصل. معلش يا ولاد احنا مش هنتأخر، يعني بصوا يعني هشوف انتوا فاهمين بس الدرس عن طريق الأسئلة دي ولا لا، وخلاص يعني مش هناخد 5 دقايق كمان. معلش انا طولت عليكم. نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
بصوا هم 10 اسئله بس ويخلصوا بسرعه. طب يلا يا فاطمه اتفضلي. صمم عمرو بن العاص بعد عودته الى ولايه مصر على ايه؟ على الاعتكاف في بيته، ولا الخروج للنزهه، ولا التوقف عن الفتوحات، ولا مواصله الفتوحات؟ مواصله الفتوحات. ممتازه، بارك الله فيكي. يلا يا باسل اتفضل. اختار عمرو عقبه لمواصله الفتوحات ليه؟ لقله خبرته، ولا قرابته، ولا مهارته في الحرب وخبرته بالبربر، ولا عدم كفاءته؟ ممتاز، بارك الله فيك يا باسل. لا ممتازين. طيب قولي لي يا جميله، كلف عمرو عقبه بمهمه هي ان يكون ايه؟ وزيرا للحاكم، ولا بعيدا عن الفتوحات، ولا جنديا عاديا، ولا قائدا للجيش؟ يا فاطمه نختار ايه؟ قائدا للجيش. ممتاز، بارك الله فيك يا حبيبتي. طب يلا يا باسل، كان عقبه سعيدا بكونه قائدا للجيش لحبه للجهاد، ولا لحبه للسفر، ولا لحبه لعمرو، ولا لحبه للسلطه؟ لحبه للجهاد. ممتاز، عشان كده فرح بالايه؟ بالتكليف ده. اتفضلي يا فاطمه. حزن عقبه على فراق عمرو بن العاص حزنا شديدا، خطا ولا صواب؟ طبعا ايه، حزن لانه مات بس سنه 43 هجريه. يلا يا باسل، اسرع عقبه الى بركه فوجد اهلها تركوا الدين الاسلامي، اهل بركه تركوا الدين الاسلامي يا باسل؟ ممتاز، برافو عليك، فضلوا متمسكين بشعائر الدين الايه؟ الاسلامي. اتفضلي يا فاطمه، تعلق البربر بعقبه ابن نافع لحسن معاملته، صح ولا غلط؟ صح. ممتازه، برافو، انا حاسه ان انتوا نمتوا يا ولد مش عارفه ليه. يلا يا باسل، اندهش ملك فزان عندما وصل الى خيمه عقبه لانه راى عقبه يجلس على الارض. ملك فزان شاف عقبه بيجلس على الارض، صح، برافو عليك، عشان كده هو اعجب بيه لتواضعه الايه؟ لتواضعه الشديد. طبعا ملك فزان عمره ما يقعد على الارض وسط حد، يعني دايما قاعد في العرش بتاعه. فاطمه اتفضلي، اندهش ملك فزان عندما وصل الى خيمه عقبه لانه راى عقبه يشرب الخمر، يتعالى على الجنود، يلبس الزينه، يجلس على الارض. يجلس على الارض. ممتاز، بارك الله فيك. اخر سؤال يلا يا باسل، لم يعلن ملك فزان رأيه صراحة لأنه كان محايدا، ولا كان مسلما، ولا كان مؤمنا بالأديان، ولا كان وثنيا؟ وثنيا. ممتاز، تعالوا نشوف. لا هي وصح، برافو عليك، ما كانش بيؤمن بحاجة. ممتازين يا سنة أولى الدرجة النهائية، بارك الله فيكم، أنا بسقف لكم ما شاء الله، ربنا يوفقكم يا رب. هيا يا ولاد، إيه رأيكم في الحصة؟ كانت إيه؟ إن أنا حاساك إن أنتوا مش عارفة كويسة. طب الحمد لله. لا لا كانت جميلة. انت اللي جميله، ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب. انتوا الاثنين جمال بجد، انتوا ما شاء الله، يعني انا مبسوطه بيكم جدا 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 وسعيده بيكم قوي، وربنا يوفقكم يا رب بجد، انتوا ممتازين واذكياء، ربنا يبارك فيكم يا رب. ان شاء الله هبعت لكم الواجب يا ولاد على الواتس، على الوحده كلها، مش على اللي خدناه النهارده بس، من اول قصه تواطؤ سيدنا عمر. في اي سؤال يا ولاد قبل ما اقفل؟ لا شكرا. نعم تمام، هبعت لكم الواجب على الواتس ان شاء الله. النحو امتى؟ النحو احنا خدنا اسلوب الشرط يا باسل، انت كنت حاضر معنا؟ اه بس انا عايز اخد الدرس اللي بعده. الدرس اللي بعده اللي هو الفعل ان شاء الله هناخد قريب، يعني كمان ممكن حصتين، بعد حصتين باذن الله هناخد درس النحو التاني. نقول الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام يا سنه اولى، سلام عليكم. سلام يا حبيبتي، عليكم السلام.